على خطى المصالحة الوطنية تسعى الدولة السورية إلى اتخاذ كافة الوسائل والسبل لتحقيق عودة الأمان إلى ربوع سوريا. درعا جنوباً كانت شاهدة على إصرار السوريين على نبذ الإرهاب وداعميه. أكثر من 3000 شخص توافدوا إلى منطقة مودبين في درعا استجابة لدعوة الرئيس بشار الأسد لإنجاز المصالحات، لا سيما بعد صدور العفو الرئاسي الذي يفتح الباب واسعاً أمام التئام شمل السوريين. حابين إن شاء الله تنتهي الأزمة ونتفك البلد ونطلع ونفوت وما نضل نكتل بعض. جاي يعمل مصالحة العفو، جاي نعمل مصالحة، يعني سيادة الرئيس يعني ما قصر، يعني كلها رغم كل الأشياء هذا يعني العالم يعني عم ترجع، يعني لميت يعني تظل سوريا يعني هيك، إن شاء الله كل واحد برجع لحضن الوطن وبرجع للوطن. تعامل الجيش كتير يعني مناسب والحمد لله كليات مستقبلونا أحسن استقبال. شو رسالة توجهها للمسلحين؟ بتمنى إنه الكل يجي قد يسوي وضعه ويصالح لأنه أحسن استقبال هذا برأيي يعني. رد الإرهاب على مبادرات المصالحة كان عبر توجيه قذائف حقدهم إلى صدور الذين بادروا بالعودة إلى حضن الوطن. شخصان استشهدا وأصيب آخرون بجروح جراء الاعتداء الإرهابي. أحد الشهيدين هو شقيق موقوف تم إخلاء سبيله بموجب العفو عن تهمه. بدلا من حقن دماء السوريين والعمل على إنجاز المصالحات التي تحمي البلاد من الحرب الإرهابية المدمرة، يلجأ الإرهابيون وداعموهم لعرقلة تلك المصالحات ونشر المزيد من القتل وسفك الدماء. الأهالي أشاروا إلى أن محاولات الإرهابيين إفشال المصالحة مصيرها الفشل، مؤكدين تصميمهم على إنجاز المصالحة وإعادة الاستقرار إلى بلداتهم وقراهم المجاورة والعودة إلى ممارسة حياتهم الطبيعية وأعمالهم الاعتيادية، حيث انتقل الأهالي إلى مكان آخر وتمت تسوية أوضاع عدد من الأشخاص وإطلاق سراحهم. نحن ندعوك الآن للعودة ونفتح الباب للعودة ونمد اليد للمصالحة، فإن مددت يدك فأخلم بك والله يبدل سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، وإن أبيت فخصمك الله، خصمك الله، خصمك الله، لأننا نريد الصلح ونريد المسامحة ونريد المصالحة ونريد المصالحة. كنتم ترسلون إلى حلب هديتكم وتقولوا يا حلب نصرك فتح الباب للمصالحة وللعفو، فنحن أهل درعا وحوران سنكون الأوائل المتقدمين في المصالحة. يوم الآلام، نعم، لماذا صعدوا؟ لماذا رموا قذائف؟ صعدوا ورموا قذائف يعني في حال إتمام هذه المصالحة في الآلام، لم يبقى دولارات معهم وحتى مموليهم سيكفوا عنهم، إنهم تكفيريين قتلة. ماذا يريدون من هذه المصالحة؟ لماذا؟ لأنهم سيخسروا ويخسروا كل شيء. يجب إنجاح هذه المصالحة ولن نسمح لأي خبيثة ومفسدة وكافرة وسموها لبتكن يا أن تفشل هذه المصالحة. وشهدت محافظة درعا في الأشهر الأخيرة العديد من المصالحات المحلية بعد تسليم عشرات المطلوبين أنفسهم وأسلحتهم وتسوية أوضاعهم لإعادة الاستقرار إلى العديد من القرى والبلدات، فيما تحاول التنظيمات الإرهابية إفشال المصالحات المحلية. من محافظة درعا، ربيع ديبي، الإخبارية السورية.